أشهر من مونديال كرة اليد اللي سجلنا فيه تشتت كبير جماهير المنتخب، يبدو أنه تاريخ 7 مارس موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة باش يزيد يقسم أبناء العائلة من داخل بمجرد تفطن البلاغ الصادر عن الجامعة في الصحافة المكتوبة، تحديداً في جريدتي الصحافة والكوتيديان، هذا بالإضافة للنسخة الإلكترونية المنشورة يوم 8 فيفري في موقع الجامعة، واللي أكد المكلف الإعلامي للجامعة والمسؤول عن الموقع أنه ما كانش على علم بالبلاغ هذا، كما أنه رفض التصريح بما أنه محمول عليه واجب التحفظ. كرة اليد رياضة، والرياضة ما فيهاش غدر وما فيهاش خيانة وما فيهاش تمويه، يعني الرياضة وضوح، تربح أنت ولا نربح أنا، فهمتي؟ مش مشكل، يعني الانتخابات هي اللي تفصل ما بين الناس الكل، نقعد باهت الشيء اللي يعملوا فيه شنو هو القصد بتاعهم. أنا نقول عقلية نوفمبرية، معناتها حتى بن علي ما كانش يعمل ممارسات هذه، معناتها نشوفوا اللي جلسة عامة باش 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 تتعمل خلصة، جلسة عامة يهبطوا كومونيكي في زوج جرايد، ومع كامل احتراماتي لزوج جرايد هذوما، وفي عام 2021 مازلنا نحكيوا على جرايد، زوج جرايد ما يقراهم حتى حد، توا نحكيوا على رقمنا، نحكيوا على الباج فيسبوك. سباق انتخابي إلى حد هذه اللحظة وفي ظل الغموض اللي تعرفها النصوص القانونية، خاصة في علاقة بالأجال القانونية ومدى ملائمتها للتشريعات الدولية، مدخل فيه كان السيد الهادي الشناوي كمنافس وحيد لأصحاب القرار، واللي ما أعلنش إلى حد اليوم على تركيبة قائمته لا في ندوة صحفية ولا حتى في صفحته الخاصة على الفيسبوك. فما قائمة منافسة لقائمة المكتب الجامعي الحالي، شافت البلاغ وقدمت دوسي متاحة. كيفاش تفسر هو كمنافس المكتب الجامعي الحالي لقاء وقدم، لقاء الوقت باش يقدم وانتوما ما قدمتوش؟ مسرحية تامة المعنى، شروط والموجبات، جبنا واحد هو عمل قائمة. أنا ما اللي باهتني السيد المترشح القائمة هو سيفته معناه رجل قانون ويعرف اللي هو ما عندوش الحق باش ترشح كعضو جامعي، مش حتى يولي رئيس قائمة، معناه هذيك باش تسقط بطبيعتها. هو المكتب الجامعي اصلا مش باش يعمل الحملة نتاعو هو، كيفاش باش يسقط القوائم الاخرى. العرس الانتخابي لجامعة كرة اليد اللي انتظروه اغلب المتابعين لهذه اللعبة يدخل اليوم في منعرجته الاخيرة اللي باش تكون مليئة بالمطبات، وهذا يرجع الى ظهور الاتحاد الدولي في الصورة، ونفس الشيء بالنسبة لسلطة الاجرام واللي من واجبها انها تجمع وتقرب وجهات النظر بين مكونات المشهد الرياضي. باش نكلموا الاتحاد الدولي، باش نكلموا الاتحاد الافريقي، باش نكلموا سلطه الاشراف، خاصه سلطه الاشراف، وباش نشوفوا هالمظلمه اللي واقعه هذيا، فهمتي؟ اللي عملوها زوز ولا ثلاثه من الناس، لانه المكتب الجامعي الحالي فيه ثلاثه اربعه من الناس يخدموا، ما ثماش مكتب جامعي واعضاء الجامعه مش في بالهم، واللي مسؤول على الكوميونيكاسيون يعني، فهمتني؟ هو ما في بالوش، يعني شيء غريب اللي صاير، يعني تحت حسمس. بالتالي السؤال، شنو هو مستقبل اللعبة الجماعية الأكثر تتويش في تونس؟ ومدى تأثير تجاذبات من نوع هذا؟ وشنو هي الصورة اللي نسوقوا فيها الكرة اليد التونسية اللي شهدت عزوف رؤوس الأموال على الاستثمار في هذه اللعبة؟ إذا كل باش تتمسك بالكرسي باش تقعد، والله كان جيت ناجح سي مراد رانا نشجع فيك ورانا نعاونوا فيك، أما معناتها توصل كرة اليد للدمار هذايا وللتراجع الرهيب هذايا وللإفلاس هذا، أكثر تقريبا 2 مليار دويت اليوم عجز نتاع الجامعة التونسية كنت تبدا العجز المالي وتحب تواصل وتواصل بالظروف هذية، تقصي المنافسين نتاعك، عيب كبير اللي تعمل فيه، معناتها لا يليق. اليوم راهو البلاد ماشي مصيبة. وأخيرا، هل باش يشاهدوا عشاق كرة اليد مناظرة انتخابية في كنف الديمقراطية كما صار في السابق، أم أن انتخابات 2021 نتائجها محسومة مسبقا؟